بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذه الدورة، دورة تصميم بانر إعلاني. أول سؤال سنبدأ به، ما المقصود بالبانر إعلاني؟ هو وسيلة تسويق وترويج إلكتروني لموقع أو منتوج معين على الإنترنت عبر خوادم للإعلان، وهو يهدف إلى جذب حركة مرور إلى الموقع الزوار أو بالإنجليزية ترافيك العملاء والزملاء بالنسبة للمنتوجات من خلال ربطها بموقع المعلن أو المنتوج، ويمكن أن يكون على شكل صور ثابتة أو متحركة أو فلاش، أو حتى في الأونة الأخيرة في يوتيوب أصبح على شكل فيديوهات. وبالنسبة لحجم إعلانات، أحجم إعلانات القياسية، تم توحيد حجم الإعلانات من قبل شركة إنترنت أركتكتشر بورد، والمعنى لهذه الكلمة مكتب الإعلان التفاعلي، وهذا هو اللوجو الخاص بالشركة EAB، وهي منظمة لإعلانات تجارية تأسست عام 1996 ورئيسها راندال روتنبرغ. ودي بعض أحجم الإعلانات العالمية، نلاحظها هي هنا 120 × 20 × 200، 160 × 200 شهورة. وهذا بالنسبة لفهرس الدورة، الدروس التي سنأخذها في الدورة. الدرس الأول سيكون تقديم الدور العام، وهو هذا الذي نباشره الآن في تسجيله. الدرس الثاني رسم النموذج للإعلانات التي سوف نعمل عليها. الدرس الثالث تصميم الإعلانات الجزء الأول. الدرس الرابع تصميم الإعلانات الجزء الثاني. الدرس الخامس سيكون طريقة حفظ العمل زائد صياغة الحفظ. الدرس السادس تحريك البانر باستعمال خاصية تيم لاين الجزء الأول. تيم لاين المقصود به هنا هو هذا. والدرس السابع سيكون تحريك البانر باستعمال خاصية تيم لاين الجزء الثاني. والختام سيكون استعمال إضافة أكشنز لتصميم سريع البانرات، الأكشن، وطريقة إضافة الأكشن. سنشرح كل شيء إن شاء الله بحول هذه الدورة. نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله. دمتم بود.